أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن مصر تعمل على تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز بما يسير المستويات العالمية. وأشار وزير البترول إلى أنه من أهم عناصر مشروع التطوير والتحديث الرئيسية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول من خلال إنتاج هذه الطاقة من موارد مصر أو عبر استيرادها من الدول المجاورة. وأضاف الوزير أن السوق المحلية الكبيرة بمصر تعد ثاني أهم العوامل في اتخاذ هذا القرار، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها مصر في تخزين المنتجات البترولية وخيارات نقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر أسبوع البترول الدولي بلندن كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية عن دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والطاقة.